يرحب عشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. لكل زمن أسطورة، وفي كل أسطورة قصة، وفي كل قصة واقع وخيال وعبرة. مدينة الكنوز. مدينة الكنوز مسلسل تمثيلي كتبه للإذاعة أحمد عبد السلام البقالي وأخرجه الهشم بن عمر. الحلقة الثالثة. مرحبا بكم زبيدة، محبي مسلسلات إذاعية. زبيدة زبيدة زبيدة، فينتي أشرف؟ زبيدة جاوبيني. زبيدة زبيدة، زبيدة زبيدة، أجرت خيتي. الوحوش ياك ماشي ديبها وسبع فرزة. يمكن ربما قبل الله الدعوة ديالي وانتقم منها بلا ما نكون أنا مجرم. ماشي بعيد وعلى شلة. الحمد لله الحمد لله يا سيدي يا ربي، هذا أكبر دليل على حبك ليلي يا سيدي يا ربي. أنت اللي نجيتيني باش ما نكونش قتال. الحمد لله أنا كنشكرك يا الغاني عن شكري. أما أنت يا زبيدة، راكي لقيتي الجزاء ديالك في الدنيا قبل الآخرة. أما من جهتي أنا، الله يسامحك الله يسامحك دنيا وآخرة. عزيز عزيز. نعم أمي. فين غادي؟ فين؟ طالع الفوق باش نشوف البحر. على حقاش بديت كندوخ وكتدور بيا الدنيا. تسمع عندك تعطل، وقت الخضرة قرب. رد بال. واخا أمي. أي ملك، ما كتشوفش؟ ياك عفست عليك جلي. ما شفتكش، انتي نازلة كتجري وانا كطالع كنخمم و شي. بس ما كاين غير مرة اخرى، حل عينيك وشوف قدامك. واخا لالا. قل لي، ما دوخكش البحر؟ شوية. شنو هذاك في عنقك؟ هذا؟ هذاك. هذا حجاب. وعلاش معلقه؟ جدي هو اللي عمله في عنقي. وعلاش؟ حيت ما عرفتش. بحالو بحال النقص في عنق المعزة، لبسه وما عرفاش علاش. ضحك على راسك، انت اللي لابسك والمهول بحال ما مغولة. قل لي، منين بلاد انتي؟ انا من مكناس. وانت؟ انا من فاس وعندي خالتي في مكناس. فين ساكنه هاد خالتك؟ كتسكن يا لالا. كتسكن فوق الشجره. هي خالتك غرابه؟ لا لا لا، قالك غرابه ماشي غرابه هي. واش شكون؟ جنيه. جنيه يا ربي السلامه. بهذه المناسبه اسميتك؟ اسمي عزيز راس الغول. عزيز راس الغول. ايه؟ عزيز راس الغول. اسكسو بالفول. عزيز راس الغول. اسكسو بالفول. عزيز راس الغول. عزيز عزيز، شوف شوف. شنو؟ شي حاجه كحله لهيه. ما كنشوفهاش. راه فين لهيه؟ شوف هكا، تبع صبعي بين السما والماء. صافي شفتها دابا. وشنو هذاك؟ كيظهر لي شي مركب اخر. ما شفتيش القلوع كيديها لبلد ما يجيبها؟ بلاتي بلاتي، غادي نمشي نسول بابا. بابا بابا.
اش كاين يا امينه؟ شوف 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 بابا. اشنو؟ مركب لهي على حد الشفق. مركب؟ فين هو؟ تما شوف سبعي فين نعت. فين تطلق السماء مع البحر؟ ليه؟ صافي كان شوف هي شي حاجه لهي. الله يجعلها تكون سفينه ديال الخير ويحفظنا من البلا. ياك لاباس سيدي عبد الله. لا لا كيبان شي مركب جاي لعندنا. راه راه شوف شوف على البعد ديال البصر. سفينة سفينة جاية لعندنا. قول جيب مراية الهند. تفضل هاك. علم الراية برتقيزية لكن ما عرفناش كينزلوها. هما كيطلعوا راية أخرى. كيفاش راية كحلة سوداء؟ قراصنة قطعين طريق. علال علال دعنا سيد الرئيس. جمع الركاب بسرعة دغيا. كل شيء هنا سيد الرئيس. ما عدا بعض المرضى اللي ما قدروش يطلعوا. خليهم ما غاديش نحتاجوهم. اسمعوا سيدنا الحجاج. سيد الرئيس بغى يتكلم معكم. شويه سكوت من فضلكم. شويه سكوت سيادي الحجاج. هذا المركب اللي كتشوفوا جاي قصدنا غادي يوصل عندنا من بعد ساعتين او ثلاثه. وخصكم تعرفوا باللي الرئيس والبحاره ديال داك المركب كلهم من الشفره وقطعيه. ما فيهم لا رحمه ولا شفقه. خصكم تعرفوا باللي سفينتهم جديده وصحيحه وعندهم فيها جميع الاسلحه ديال الحرب. زياده على هادشي هما مدربين وكيتقاتلوا بحال الشياطين. لكن الشيء اللي بغيتكم تعرفوه هو رحنا قوى منهم بزاف. ماشي غير بالسلاح وبالرجال ولكن حتى بالايمان. احنا قاصدين بيت الله الحرام. لهذا خصنا نجندوا جميع الرجال والنساء للقتال والجهاد في سبيل الله. واللي مات منا غادي يمشي عريس وعروسه للجنه مغفور الذنوب. اما اللي بقى وكمل ووصل بيت الله الحرام راه غادي يغفر له الله ما سبق وما تاخر. ودابا من فضلكم الرجال كلهم غادي يحملوا السلاح. اما النساء غادي يوقفوا من موراهم ويبداو يعمروا لهم البنادق اللي تخوا. والناس اللي تجرحوا يساعدوهم ويديوهم عند الطبيب هنا لتحت. وما يطلق حتى شي واحد القرطاس حتى يسمع الرصاصه ديالي. عمي عمي اشنو اشنو عزيز اش بغيت نقول لك شي حاجه. اشنو بغيت تقول؟ علاه ما فيك ما تسنى حتى يكمل الرئيس كلامه؟ لا هذا كلام مهم خصك تسمعه وتوصلو للرئيس. على حقاش الا قلتها له انا ما غاديش يسمع مني. عندي واحد الحيله باش توصلنا نقضيو على القراصنه. الرئيس كيعرف كل شيء وليدي. واش حنا عاد غاديين نعلموه صنعته ولا او بغيتي يضحكوا علينا الناس؟ عمي عباس اسمعني انت بعدا على الاقل. وإلا ما عجبتكش الفكرة لا تقولها لوش. راه الفطانة والذكاء ماشي غير عند الكبار بوحدهم. أو أنت ما متفقش معايا؟ هادشي اللي كاين أوليدي عزيزي. واللي كيتعلم العلم كيوفر عليه السنين وكيعيش أيامه أيام الناس اللي سبقوه بسنوات وأعوام. وراك عارف عمي بلي أنا قريت بزاف على القراصنة وكنعرف عليهم بزاف. أسيدي صدقناك أسيدي صدقناك. يلا يلا راه ما عندك قول. ايوا قول. قريت في واحد الكتاب على شي حجاج حتى هما وقعت لهم واحد المشكله بحال هذه اللي حنا فيها اليوم. وخرجوا منها بواحد الحيله عجيبه. ايوا ايوا شنو هي هذه الحيله؟ قول. الرئيس اللي كان مكلف بالسفينه كان كيعرف باللي البحر عامر بالقراصنه واللصوص اللي تكونوا في البحر. وكان ذكي وفايق وموجد نفسه لكل خطر. ايوا وجميع الامور اللي يمكن لها توقع. اولا جاب شي طناجر ديال النحاس الصغار وعمرهم بالبارود وسدهم ليه
ودهن الخشب، دهن الخشب بالزفت، وخرج منهم فتيلة كتوصل العافية للبارود. وملي شاف المركب ديال القراصنة جاي القلب هو الطريق، ورجع بحال الا هربان من القراصنة، وهما كيتبعوه نهار كامل. وملي وصل الليل طفى الضو ديال المركب، وفي هذا الوقت كان واحد العشرة ديال البحارة من العوامة الكبار كيتسناو الأوامر ديال الرئيس. وفعلا أمرهم الرئيس باش ينزلوا للفلايك الصغار من السفينة وعملوا فيهم دوك 12 ديال البارود، ومشاو قاصدين المركب ديال القراصنة حتى وصلوا. إيوا بلا ما يشوفوا حد نزلوا القالب حرب العمان، وداروا كلهم بالمركب ديال القراصنة. وهنا بداو كيلصقوا دوك 12 فوق الخشب المدهون بالزفت وكيعملوهم قراب من المركب ديال القراصنة، وشعلوا العافية فيهم وبسرعة نزلوا القالب حرب العمان مرة أخرى ورجعوا للفلايك ديالهم. إيوا من بعد أش وقع؟ بمجرد ما وصلوا للفلايك ديالهم وهما تينفجروا دوك 12 البارود، ورجع المركب ديال القراصنة الزوبية ديال العافية طلق الهبة حتى ضوات البحر الليل مجموع. اي 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 هادي حيلة دايز هالكلام رائعة، لازم نعملوها قبل ما نكونوا عشان الحوت في هاد الليلة الى طحنا في يد القراصنة. صافي صافي صافي. اسمع عزيزي. نعم عمي. انا غادي نحكي هاد الحيلة للرئيس بنفسي وانت تستناني هنا. واخا عمي.